وليدي وين؟ ما أدري عنه. كذابة، وليدي أمس كان عندكم، أنا أعطيته عنوانكم ومن بعدها ما رجع. تتوقعين لو جاء كان تركنا ومشى؟ أقول وخي بس. لمية وبوكي وين؟ أنت طلبتي مني أن أعطيه العنوان وخليه يجي أخذك، وأنا متأكد أنه جاء لأنه مستحيل يرفض لك طلب. لمية ما لها دخل، قلت لك ما نعرف عنه ولا نبي نعرف عنه. بس أنا بعرف، وترى الخوف اللي بعيونكم ذا بيخليني أشك إنه في شيء. ولدي وين؟ والله لأبلغ الشرطة عنكم. يما وش راح نسوي؟ جدتي راح تبلغ الشرطة. احنا جايين في الطريق، كم مرة اتصلت على ابوك؟ ما اذكر، بس هو ما رد علي ولا مرة. وجدتك كيف علمتيها بلوكيشن البيت؟ يوم دخل. اقصد رسالة ولا اتصال؟ اتصال، لان جدتي ما تعرف كيف ترسل رسائل واتس. كلمتها وعطيتها الموقع وقلت لها احفظيه عشان تعطيني ابوي. تمام، يعني جدتك ما عندها ولا دليل؟ بس جدتي تعرف موقعنا، يعني لو كلمونا الشرطة وش بنقول لهم؟ هي كيف جتنا؟ راقبتنا، لحقتنا، أي شيء. المهم جدتك ما عندها ولا دليل ولا رسالة منك. احنا بنثبت على كلامنا، أبوك ما جانا ولا شفنا. بس أبوي جانا، وكاميرات المراقبة حقت البوابة صورته وهو يدخل، بس ما طلع بعدها.